اشتكى عدد من تجار المنطقة المحيطة بدوار النفق في مدينة إربد من استمرار فيضان مياه الصرف الصحي هناك، ما يشكل خطرا على صحتهم وممتلكاتهم أيضا. سكان المنطقة أشاروا إلى وقوع عدد من حوادث السير المتكررة بسبب تجمع مياه الصرف الصحي أمام النفق، علاوة على انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والبعوض، الأمر الذي يعيق عمل المحل التجارية ويمنع المتسوقين من دخولها. هاي المجاري دائما تفيض ودائما مسكره. طب وين البلديه؟ وين وزاره المياه؟ وبتطلع ريحه كريهه والسيارات بتنتن الميه وريحه كريهه، وين انا بس بقول وين المسؤولين يعني؟ هاي الاردن بدلات فوتيك. احنا هون دائما لابسين بدله وقرافه على الخيط. المسؤول الاردني هون بمر على المواطن الاردني بمر عليه السلام خفض الاجر، يعني هاي دائما بتعرض بها سواء هون ولا باي منطقه بالاردن.